مسيكم بالخير، خليك معي عشان اوريك شيء عجيب جدا. سبحان الله وبحمده، ما شاء الله تبارك الله، الارض متلبسه بثوب اخضر وضباب. ماني في النمص ولاني في ابا، شوف هنا بعيد. انا يا حبايبي في تهامه، انا في وسط تهامه في اغسطس، ودرجه الحراره هنا 21. سبحان الله وبحمده، المكان هذا اول مره في حياتي اجيه. شوف الضباب يا أخي، وبوريك درجة الحرارة عشان تصدقني بعد شوية. طبعا حنا الآن أبسألكم، يلا يا رب إنهم يعرفون يشوفون، مو زي قبل أمس يوم سألتكم عن بحرف التالي عقب التلاء ما عرفتوها. شوف هنا، سبحان الله، شوف كيف ملبسة. يمكن هذه من اللوحة بيعرفون بعض الناس أهل الديرة. شوف كيف متلبسة بالشجرة، عمود حديد متلبس شجر، يعني صراحة أني أتذكر صلالة، ومع أني أرى أنها أجمل مليون مرة. وشوف هنا سبحان الله وبحمده، من هنا شوف 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 يا أخي، لا إله إلا الله. حنا ما أعرف، ما حد بيعرف يجاوب. حنا في قمة جبل بركوك، قمة جبل بركوك. وخليني أوريك درجة الحرارة، ترى حنا في أغسطس وتراني في وسط تهامة. شوف يا حبيبي، شوف 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 شوف، ها كم؟ 21 درجة مئوية. سبحان الله، ما أجمل هذا المكان. اي والله سبحان الله. الآن وصلنا إلى مكان هنا، في عندهم هنا كافي، طبعا المطر الحمد لله قاعد يطيح. هذا مكتوب هنا أم سدرة، هذه هي. هذا طبعا هنا شي يسمونه هذا كافي، هذا طبعا مسجد هنا. اعتقد والله اعلم فيه مأكولات تحت، طبعا واضح انه في النهار ما شاء الله. والموقع ترى للمعلومية هذه كلها خضراء ملبسة باللون الاخضر، سبحان الله بحمده. وهذا الطريق اللي نزلك، وهذه تهامة تحت، المجاردة والمجاردة. طبعا قاعد اللهم لك الحمد، المطر زي ما تشوفون اقسم بالله انها اجواء تاخذ العقل. طبعا هذا مقهى، وزي ما قلت لكم تحت، خلينا نتاكد بسرعه، خلينا نتاكد. في طبعا جلسات بدونها شعبيه حبيبي، في تحت في مأكولات، مطعم، ها ممتاز، مضغوط ويدامات وشي زي كذا، يعني هذا موجود تحت. يعني هذه طبعا جلسات نظيفه مؤدبه ما شاء الله تبارك الله.